رغم التكنولوجيا اللي موجودة في حياتنا واللي أصبحت والعلم اللي موجود اللي أصبح بيفسر ظواهر كتير قوي كانت زمان بالنسبة لنا عبارة عن خرافات، كانت في حاجات كتيرة ظواهر علمية كانت بتبان قدام الناس لأن ما كانش ليها أي تفسير علمي، الناس كانت بتعتقد إن هي مجرد خرافات، ولكن العلم مع تقدمه أصبح إن هو بيفسر الظواهر ديت، إلا إن لحد دلوقتي في بعض الظواهر الغامضة اللي العلم مش قادر يفسرها، والنهاردة حلقي ضوء أو زي ما بيقولوها كده نلقي الضوء على بعض الأمور اللي العلم مش قادر يفسرها. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بكم في القناة ودايما متشرف بحضراتكم وشكرا جدا على تشغيل حضراتكم للفيديو. النهاردة بتكلم على بعض الظواهر الغامضة المريبة والمثيرة جدا للجدل اللي العلم لحد دلوقتي مش قادر يدي دليل دامغ على تفسيرها. اي نعم ان في بعض الادلة اللي العلم بيحاول ان هو يظهرها، ولكن العلم مش قادر لحد دلوقتي ان هو يدي الدليل الدامغ عليها. من ضمن الظواهر دي اول حاجة اللي هي تاوس هام، تاوس هام اللي هي يعني همهمة تاوس او الهامينج بتاع تاوس. تاوس عبارة عن مدينة موجودة في نيو مكسيكو. المدينة ديت مدينة مش كبيرة قوي، ولكن فيها حاجة غريبة جدا، ان حوالي 2% من سكانها ومن الناس اللي بيزوروها على طول سمعين زي صوت هامينج، صوت مش زي الفيديو اللي انا كنت عملته قبل كده. مرة عملت فيديو كنت لو هتلاقوه في شرح الفيديو عن اصوات السماء، ولكن الهامينج ده مش اصوات زي اصوات السماء، لا ده عبارة عن صوت هامينج، شيء غريب جدا جدا. بعض العلماء بقى والمختصين والباحثين فسروها، البعض قال ان هي عبارة عن اصوات ظواهر رياح طبيعية. طب ما هي لو كانت ظواهر ردوا عليهم الناس وقالوا لو كانت ظواهر رياح طبيعية كان سمعت الناس كلها الظواهر ديت. ناس تانية قالت لا، هي عبارة عن هلوسة جماعية، وده موضوع في علم النفس ان ممكن بعض الناس جماعة يحصل لهم نوع من الهلوسة الجماعية اللي بيتهيئوا لهم الحاجة ديت. الا ان في بعض الزوار اللي ما بيبقى لهمش اي علاقة خالص بالمدينة، بمجرد ما بيزوروها بيسمعوا نفس الهامج. في تفسير تالت قال ان هو عبارة عن تجارب عسكرية من موجات ومن راديوز بتعملها القوات العسكرية الامريكية في اماكن الى حد ما بعيدة عنها، فهي اللي بتعمل الصوت ده. الا ان لازال لحد دلوقتي تاوس هام من احد الظواهر الغريبة جدا اللي ملهاش اي تفسير علمي خالص. رقم 2 عندنا وهو بيج فوت. بيج فوت هو مصطلح عبارة عن بلاغات جت في امريكا من كل حتة في الولايات، من كل حتة، عبارة عن جسم كده شبه الغوريلا، شكل زي الانسان كده وليه الشعر بتاع الغوريلا وكل حاجة، بيلاقوه بيجري مرة واحدة قدامهم، بيلاقوا ليه فيديوهات صور اتصورت، ولكن لحد دلوقتي رغم بلاغات بالمئات وتعدت الالاف في الولايات المتحدة عن بيج فوت، عن الكائن ده، الا ان مفيش اي جثة موجودة خالص للبيج فوت. هما سموه بيج فوت عشان هو الضخامة اللي هم بيقولوا عليها. مفيش اي يعني لا عربية مرة خبطته، ولا مرة لقوه ميت كده مع نفسه، ولا احد من الصيادين المحترفين، لا كل الناس بتجمع على انه ذكي جدا وبيجي من قدامهم وبيجري ومفيش اي حد يقدر يمسكه. ودي من احد الظواهر اللي محيارة امريكا لحد دلوقتي. جرب اكتب كده بيج فوت وهتندهش من كتر المقالات والعناوين اللي اتكتبت عنه. قالت حاجة بقى ودي فيكم انتوا شخصيا، الا وهي الحاسة السادسة. كتير جدا منكم عنده الحاسة السادسة، ودي امور متعلقة اكتر باخصائيين علماء النفس اكتر، ولكن لحد دلوقتي حتى علماء النفس مش لاقيين تجربة ولا قاعدة بتتعمل وبتدي بنفس النتائج. بمعنى انك انت ممكن وانت قاعد حاسس انك انت في حد دلوقتي، شخص ما هيخبط عليك
وهتقوم وهتفتح، وفعلا بعدها بثواني او بدقائق تلاقي نفس الشخص اللي كان في دماغك ده فعلا بيخبط وبيجي. شيء غريب جدا، او ان هو الموضوع مش متعلق باشخاص، ممكن ببعض المواقف مع ناس او بموقف معين، ممكن انك انت تبقى عارف ان هيحصل حاجه كده هتعدي قدامك او عربيه هتعدي وتلاقي فعلا. ده بيسموه الحاسه السادسه، محدش قادر يفسر علميا ليه وازاي بتحصل الموضوع ده. لو انت عارف ان انا هتكلم في النقطة اللي جاية عن الاختطاف الغامض او الاختفاء الغامض، يبقى انت عندك الحاسة السادسة قوية جدا. رابع حاجة عندنا وهي حالات الاختفاء الغامض. كتير قوي على مر العصور حصلت حالات اختفاء غامض، ولكن المدهش ان في حالات الاختفاء الغامض بيكون في اي اثر او دليل موجود. وكتير من حالات الاختفاء الغامض بيثبت بعد فترة ان تم قتل الشخصية ديت او تاهت او ولكن بيبقى في بعض الحالات الاختفاء الغامضة لاشخاص ممكن يبقوا جوه بيتهم والكاميرات مثلا اللي موجودة حوالي لان البيت بتثبت تماما ان هم ما خرجوش بره البيت. يقوموا اهله الصبح ما يلاقوش البني ادم ده موجود نهائي، رغم ان الكاميرات ما اتمسحتش، رغم ان التسجيلات بتثبت ان الشخص ده ما خرجش من البيت. وهكذا بقى في بعض الامور في حوالينا في العالم، من دول كتيره جدا اتسجلت حالات اختفاء غامض مفيش اي طب شرعي او اي دليل يثبت نهائيا ان تم اختطافه او الموضوع فيه اي جريمه او ادله جنائيه نهائيا. خامس حاجة وهي الأشباح. بالرغم من أن ناس كتيرة قوي وفيكم كمان ممكن تلاقي كده إيه خيال عدى لونه أسود كده عدى مرة واحدة قدامك، ممكن ناس كتيرة ياما شفنا في فيديوهات الفيديوهات بتاعة الأشباح وصور اتعملت وفيديوهات حقيقية وما هياش فيك وكل الناس أثبتتها، ولكن العلم ما بيعترفش غير بالحاجة المثبتة اللي قدامه. لحد النهاردة العلم مش لاقي تفسير للموضوع ده، خاصة ان في نوعية من الاشباح اللي اتصورت كتيرة قوي بتبقى نفس التجسيد لاشخاص كنا بنحبهم وماتوا وبنلاقي الخيالات بتاعتهم. دي من اكتر الظواهر الغامضة اللي موجودة في حياتنا تماما، وناس فيكو انا متأكد ممكن يكونوا تعرضوا لبعض الظواهر من الاشباح، ومش عايز اطول فيها علشان الموضوع بيقلب بخوف عند بعض الناس فيكو. سادس ظاهرة اللي هم بيسموها ديجافو، او اللي هي بالفرنساوي هي اسمها كده، مش بتفازلك وبقولها بالفرنسي، لا هي الظاهرة حتى في الانجليش او بيسموها كده ديجافو، واللي هي شاهدت بالفعل. ودي ظاهرة غريبة قوي انا شخصيا اتعرضت ليها. ممكن انك انت وانت ماشي في مكان اول مرة تمشي فيه تماما، اول مرة تمشي فيه انت عارف ان هتمشي وانت في اخر المكان ده هتدخل يمين هتلاقي محل وفي علامة كده، وانت ماشي ايه ده؟ ده انا شفت المكان ده قبل كده، انا شفته فين؟ لا بس انا اول مرة اجيه، ازاي ده انا اول مرة اجي هنا بس انا شفته وانا متأكد ان انا شفته. وانت فعلا اول مرة، انت ممكن تكون رايح بلد ممكن، او انت وانت مثلا في مصر هنا اول مرة مثلا على سبيل المثال تروح دولة ما وتبقى ماشي في الشارع واول مرة تشوفه في حياتك وما شفتش حاجة في التلفزيون ولا في اليوتيوب ولا اي حاجة، ولكن تفاجأ ان المكان ده ايوة انا مشيت فيه وشفته، والناس دي انا شفتها، ايوة هي الست اللي ماشية دي، ايوة عدت من قدامي. ظاهرة علماء النفس برضو مختصة قوي بمختصين علماء النفس اللي لحد دلوقتي مش لاقولها تفسير علمي واضح. سابع نقطة بقى وسبق واتكلمت فيها برضو، هتلاقوا الفيديو بتاعها موجود في شرح الفيديو. سابع نقطة وهي ظاهرة الأجسام الطائرة أو الأطباق الطائرة. هتلاقوا في شرح الفيديو فيديو كامل عن بتكلم فيه عن الأطباق الطائرة والظواهر الغامضة اللي حصلت بكده وإثباتات وأدلة كتيرة وفيديوهات وصور، لكن مفيش في العلم لحد دلوقتي بيقول، بالرغم إن أنا ذكرت قبل كده إن أنا شفت حاجة بعيني، ولكن أنا لحد دلوقتي ما ذكرتهاش، جايز إن شاء الله انا هذكرها في يوم من الايام، لكن مش يعني هتبقوا تعرفوا تفاصيلها. لكن فعلا ظاهره الاطباق الطائره كتير جدا جدا مننا شافوا حاجه زي كده، شافوا اجسام ما هياش عباره عن ان هي بتنزل على الارض، لا دي اجسام غريبه وبتجري. الظاهره دي من اكتر الظواهر الغامضه اللي ملهاش تفسير علمي لحد يومنا هذا. تامن حاجة وهي ظاهرة أنفاق
ما بعد الموت، بمعنى ان بعض الناس بيبقوا اكلينيكيا وعلميا ماتوا خلاص، ماتوا وممكن يقعدوا بالدقايق ميتين تماما، ومرة واحدة قلبهم يشتغل ويصحوا ويبدأ يحكي لك على، وفعلا علميا مثبت واتثبتت قبل كده بمقالات كتيرة وموجودة ان الناس دي فعلا ماتت وعلميا ماتت فعلا، ولكن بيصحوا. شيء غريب جدا، الاغرب ان هم بيحكوا قصص شبيهة من بعض من بعض، يعني مش هنقول ان هم مثلوا الموت، لا ده هو علميا اثبت ان هم ماتوا ولكن رجعوا تاني، وبيحكوا حاجات بقى غامضة الى حد ما، انه هو عبارة عن انفاق بيمشي فيها وبيشوف ناس من اهله ومن احبابه بيشوف ناس بتنادي عليه، والنفق ده بيبقى مظلم وفي نور، كأنهم كلهم ناقلين من بعض. بس مستحيل انك انت تقول ان هم بيعملوا كده، لانه مستحيل ان هو هيمثل ان هو يموت علميا. بعض العلماء اللي بيحاولوا ان هم يفسروها وبيقولوا ان لما القلب بيتوقف العقل بيفضل يرسل اشارات غير طبيعية، بيرسل اشارات جبارة جدا للقلب، يحاول ان هو يديله اوامر ان هو يشتغل. العقل سبحان الله بيبدأ يدي للقلب اشتغل اوامر بالشكل ده، النبضات والاوامر اللي بتحصل، بيحصل مواد يعني في الجسم او حاجة خاصة بالمخ هي اللي بتسبب نوع من الهلوسة اللي بتؤدي ده. ده رأي العلم، عشان ما حدش يقول لي وما بتدخلونيش في حوار ده في ده، انا بقول لكم التفسير اللي بيتقال والحاجات دي. تاسع اغرب حاجة وهي الدواء الوهمي. سبحان الله، بعض الناس اثبت عليهم في تجارب علمية، وبالذات الموضوع ده في دراسة اتعملت في سنة 2015، ان ممكن واحد يبقى مريض ويدوله دواء، والدواء دوت ما هوش اصلا فعال لشفاء المرض ده، بيبدأ مخه وجسمه يتعامل مع المرض ويداوي نفسه بنفسه بوهم ان الحباية دي هي اللي بتقدر ان هي تشفيه. وهكذا برضو من بعض الناس المريضة اللي هي عندها قوة ارادة كبيرة جدا ان هي تشفى، بيلاقونا ما هم عندهم قوة ارادة كبيرة من جواهم ان الجسم البشري بيقدر ان هو يساعد نفسه على ان هو يشفى. سبحان الله، الجسم يعني حاجة، دي بعض من الظواهر الغامضة اللي لازال العلم لحد دلوقتي مش قادر يفسرها. شكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو، اتمنى يا رب ان الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، ولو حضرتك مش مشترك في القناة تشرف وتنور بالاشتراك في القناة، وشوف أشوفكم على خير. سلام عليكم.